السند شيما محمد عبدي داود يال هلكني ومسجد حمزة وكمدا حقوبها مانتا لو اوغي سلاة عيد عرفة ومانتا سي اسكمدا دوني دي اسلام كاللوغا ودتو كدي بغلال دا دوينو اسكوغو جرا والدين يعرور اوكا كلي يمد حافظها مغارة دا كسمايو ايا لابد رقع دو دي سلاة عيد كتو كدي مساجد كاني حمزة ايوغو مركي اي سلاة لغا بحاي اي دوينها اسلاة حقا دي نسو لوين تا يسوغو حمبليين تا عيد عرفة قار كمدا هندتك كتو كدي لابد رقع دو عيد عرفو مسجد كوين اي حمزة مغارة كسمايو او انو لا دحقاني مكروفون كا تلفشن كا جبلان ايا دنبالو فرحاديد لوداغي اهلادودا صاحبادودا امدا سوماليد يا غود اهان با امدا اسلام كا اي كوكلا عيد مانتا دونيدا دعلاديدا او ان حمبليه عيد لوداغي يا دمان امدا سوماليد يا دمان امدا مسلمين تا وحان ليهي عيد عيديدا بشبش يا برواقو يا مننمو يا امني يا استقرار الله النصيو وحان ليهي تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال الله نبت قليها النصية ومدى الصوماليين وحان لا يهي من نمو دمانتين إيدن عيد إيدنا برواغي بشبش الله ينقاشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدوك لي وادما هاد سنتهين شبالان تيفي بسم الله الرحمن الرحيم عيد مورق ما أنت حلقا وحان وقدر يا حنبليد عيدة مسلمين تولن مالو البيجوغان قارحان مسلمين تصوماليين قارحان مسلمين تكونوا جبلان إمقاردة كسمايو عيدان عيد إله نو قرسيو سي أمانة ونبدا بشبش برواقو عيد مورق نحا هلكا ضد بدنا كسلام الهاي لكن وقتك عير كلهم وسلامتين عيد مورق مالو البا جوكتان دون أحسن كلي هاي لما المسلمين تملك سوي جوغان غارحان ومد الصوماليات وحان لي هاي عيد دون أحسن عيدان عيد دا الله نبط إيو برواقا إله نو قرسيو السلام عليكم السلام عليكم ان اول مسلمين تفعلي هاي كل عام وانتم بخير ان وحن هلقا السلام يا واردين تيدا وهي فاطمة احمد عثمان ابي قريب رسم احمد ان دمان مسلمين تفعلي هاي كل عام وانتم بخير ان انا وكل المقالات اسمعي ما انتم حكوا ان في فرح الله الحمد لله ما هذا وصلنا الهي بأسقناتي ان وحن هدعلين قارسين يا ان دمان مسلمين تفعلي كل عام وانتم بخير انا ومقعي هاي قالد يوسف ابراهيم waan halkan hambalyo uga diraya dhamaan ummada muslimiinta meel kasta ay joogan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu aam wa antum bil khair waadawe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan soomaaliyeen meel walba aad joogtiin ciid mubaarak kullu aam wa antum bi khair gaar ahaan waxaan hambalyeenayaa magaalada in jublaan gaar ahaan kismaayo haale kullu aam wa antum bi khair dhamaan tii meel walba aad joogtiin ayn waxaan ku idinay farxad الحمد لله garahan waxaan maanta ku tukanay masajidka Hamza Dawood yaal qaybaha inooga haray barnaamijka aan dibid ku celiyo iyo Abdinuur Xayxaashi